بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ أحمد بخوت، الثانوية الإعدادية ابن خلدون، طبعا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة العيون الساقية الحمراء. هاد مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات. إذا غادي نحاولوا نخصوا هذه الحصة هذه طبعا التقويم والدعم والدروس المستهدفة. طبعا عندنا العطب الكهربائي، الدار القصيرة، وأخطار التيار الكهربائي. إذا تم طبعا انتقاء واحد المجموعة من التمارين اللي فيها طبعا اختبار المعلومات، التمرين الأول، التمرين الثاني فيه التطبيق، والتمرين الثالث فيه الاستدلال. إذا غادي نبداو على بركة الله طبعا إنجاز هذه التمارين، وفي نفس الوقت غادي نقوموا بتذكير بمجموعة من المفاهيم اللي شفناها في هذه الدروس، خاصة السلسلة ديال هذه الدروس خاص العطب الكهربائي، الدار القصيرة، وأخطار التيار الكهربائي. إذا نبداو على بركة الله بالتمرين الأول. فالتمرين الأول، إذا نحاول نقراو هذا التمرين جيدا. إذا املأ الفراغ بما يناسب من الكلمات. عندكم هنا الكلمات، كاين الصاعق الكهربائي، كاين درجة الحرارة، توازي، إتلاف الأجهزة الكهربائية، الدار القصيرة، الصهيرة، الحرائق، التوالي، الرصاص. إذا سنقرأ يعني الجمل جيدا. في التركيب الكهربائي المنزلي تشكل خطرا وترتفع كذا أسلاك التوصيل، مما قد يؤدي إلى اندلاع حريق. لحماية الأجهزة من الإتلاف تستعمل، وهي عبارة عن سليك من ينصهر عند حدوث دار قصيرة ويركب على فراغ مع الجهاز. من الأخطار التي يسببها التيار الكهربائي، إذا عندنا فراغ وفراغ وفراغ نقطة. طبعا بالنسبة لهذا النوع من التمارين فتعطتنا كلمات، ولكن الكلمات غادي ناخذوا من هذه الكلمات وغادي نملؤوا الفراغ بما يناسب. في بعض الأحيان تنجد أن عدد الكلمات يفوق عدد الفراغات، وبالتالي فدائما ناخذوا من هذه الكلمات هذو كلمة المناسبة ونضفوها في المكان ديالها المناسب. إذا نبدأ في التركيب الكهربائي المنزلي تشكل طبعا الكلمة اللي غادي نختارها ما يسمى بالدار القصيرة. تشكل الدار القصيرة خطرا، تعرفوا بأن الدار القصيرة تشكل خطر على الأجهزة الكهربائية وعلى الإنسان. وترتفع، يعني ترتفع، ما الذي يرتفع؟ فمن تتحدث دار قصيرة ترتفع درجة حرارة أسلاك التوصيل، مما قد يؤدي إلى اندلاع حريق. يؤدي إلى اندلاع حريق. لحماية الأجهزة من الإتلاف تستعمل. هنا شفنا كيف يتم حماية طبعا من الدار القصيرة، تستعمل ما يسمى بالصهيرة، وهي عبارة عن سليك من طبعا مادة الرصاص، من الرصاص ينصهر عند حدوث دار قصيرة ويركب، يعني هذا الصهيرة هذا السليك يركب على التوالي مع الجهاز. دائما الصهيرة تركب على التوالي مع الجهاز. من الأخطار التي يسببها التيار الكهربائي، طبعا هناك عدة أخطار. كاين هنا مثلا الصعق الكهربائي واللي سبق لنا تعرفنا عليه، هو مرور التيار الكهربائي في الجسم ديال الإنسان، وإتلاف الأجهزة الكهربائية، والحرائق. شيء كله هو موجود هنايا طبعا. إذا الحرائق، ثم الصعق الكهربائي، وهناك الحرائق. إذا فكل كلمة طبعا تناخذ الكلمات وتنظفهم في المكان ديالها المناسب. إذا نشوفوا الآن التصحيح هكذا. إذا نبدأ بالجملة الأولى. في التركيب الكهربائي المنزلي تشكل الدار القصيرة خطرا وترتفع درجة حرارة أسلاك التوصيل، مما قد يؤدي إلى اندلاع حريق. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية، لحماية الأجهزة من الإتلاف نستعمل الصهيرة. الصهيرة وهي عبارة عن سليك من الرصاص ينصهر عند حدوث دارة قصيرة، عند حدوث دارة قصيرة، ويركب هذا الصهيرة ولا هذا السليك يركب على التوالي مع الجهاز.
ثم أخيرا من الأخطار التي يسببها التيار الكهربائي، إذن هناك ما يسمى بالصعق الكهربائي والحرائق وإتلاف الأجهزة الكهربائية. إذن هذا التمرين دخل في طبعا استعملنا لاختبار المعلومات ديالكم حول المفاهيم اللي شفناها من خلال الدرس ديال أخطار التيار الكهربائي. الآن غادي نمشيو للتمرين الثاني. التمرين الثاني إذن حاولوا طبعا قرأوا التمرين. نعتبر الدارة الكهربائية الممثلة أسفله. إذن عندنا تراكيب، ثلاثة ديال التراكيب الكهربائية، رقم واحد، رقم اثنان، رقم ثلاثة. سؤال: عين ثنائي قطب المقصر، ثنائيات قطب المقصرة، عين ثنائيات قطب المقصرة. ثانيا: أنجز تبيانة الدارة المكافئة في كل حالة. ثالثا: عين الخطر الذي ينتج عن إنجاز التركيب رقم واحد. إذن لاحظوا هذه التراكيب الكهربائية، طبعا التراكيب الكهربائية، فنبدأ بالتركيب الأول. عندنا مصباحين مركبين على التوالي، ثم تلاحظوا بأن المربطين ديال هذ المصباحين تم ربطهما بسلك موصل. إذن في هذه الحالة هناك ما يسمى بدارة قصيرة. نقول بأننا قصرنا المصباح L1 و L2. إذن فالجواب طبعا ثنائيات قطب المقصرة في التركيب رقم واحد، إذن كاين المصباح L1 والمصباح L2. بالنسبة للتركيب اثنان، تركيب اثنان، فالمصباح الذي تم تقصيره أو ثنائي قطب الذي تم تقصيره هو المصباح L1. لماذا؟ لأن تم ربط مربطي المصباح L1 بسلك موصل. وفي التركيب رقم ثلاثة تلاحظوا بأن عندنا ثنائي طبعا المصباح ومحرك، هذا المحرك الرمز ديال المحرك اللي مركبين على التوالي، ولكن ثنائي قطب اللي تم تقصير دياله هو المحرك، حيث تم ربط مربطيه بسلك موصل. إذا نشوفوا الآن الجواب ديال السؤال الأول. طبعا ثنائيات قطب المقصرة طبعا في التركيب رقم واحد، إذا عندنا المصباحين L1 و L2، ثم المولد، علاش؟ لأنه ربط المربطين ديال المصباحين L1 بسلك موصل في نفس الوقت يتم تقصير يعني المولد. إذا فهنا ثنائيات قطب المقصرة كاين المصباح L1، المصباح L2 والمولد. في التركيب اثنان تم تقصير فقط المصباح L1، وفي التركيب رقم ثلاثة تم تقصير المحرك. إذن هادو دارات قصيرة، طبعا تعرفنا على ثنائيات قطب المقصرة. نرجع طبعا للأسئلة. أنجز تبيانة الدارة المكافئة في كل حالة، ما يسمى بالدارة المكافئة. إذن شوفوا هذا الدارة المكافئة بالنسبة للتركيب الأول. التركيب الأول، إذن عندما يتم تقصير المصباحين في هذه الحالة شنو تيوقع؟ هذين المصباحين غير مضيئين، غير مضيئين. علاش؟ لأن التيار الكهربائي الذي ينتجه المولد غادي يمر من هذا السلك الموصل، وتعرفوا بأن السلك الموصل مقاومته منعدمة تساوي صفر. إذن في هذه الحالة فالتيار الكهربائي كله سوف يمر بالسلك الموصل. إذن الدارة المكافئة اللي غادي نشوفوها بالنسبة لهذا التركيب هذا، فالدارة المكافئة طبعا هي هذه. لاحظوا، إذا عندنا المولد ثم السلك الموصل الذي يمر منه التيار الكهربائي. إذا تلاحظوا من خلال تبيانة أن التيار تيخرج من المولد من القطب الموجب ويمر عبر السلك المضاف ويعود إلى المولد. إذا فالدارة المكافئة التركيب الأول هي هذه، إذا عندنا مولد وعندنا فقط سلك موصل. بالنسبة للتركيب الثاني، هنا تم تقصير ديال المصباح L1، وبالتالي فالدارة المكافئة في هذه الحالة، إذا نشوفوها، إذا لاحظوا معي، إذا كاين المولد وكاين المصباح L3، إذا هنا تم تقصير المصباح L1، إذا فالتيار الكهربائي لخروجه من المولد من القطب الموجب سوف يمر بالسلك المضاف، وبالتالي فالمصباح L1 في هذه الحالة لا يضيء. إذا فالدارة المكافئة، إذا عندنا
المصباح L2 ثم السلك الموصل الذي تم ربطه بين مربطي المصباح. إذن هذه دارة مكافئة للتركيب رقم 2. بالنسبة للتركيب رقم 3 تم طبعا تقصير ديال المحرك، وبالتالي فالدارة المكافئة أيضا التيار الكهربائي كله وغادي يمر بالسلك الموصل الذي تم ربطه بين مربطي المحرك. إذا في هذه الحالة فالدارة المكافئة تتكون من المولد ثم المصباح L1 فقط. إذا هذا نسميهم الدارة المكافئة لتركيب الثلاث. نمر الآن للسؤال الثالث. طبعا نرجع للأسئلة. السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول: عين الخطر الذي ينتج عن إنجاز التركيب رقم 1. شنو هو هذا الخطر الذي ينتج عن طبعا إنجاز تركيب رقم 1؟ هنا تم تقصير المصباحين L1 وL2. إذا في هذه الحالة عندما يتم ربط هذين المصباحين طبعا المربطين ديال المصباحين معا بسلك موصل، فالخطر اللي يمكن ينتج عليه هو إتلاف المولد، فالمولد يمكن تتلف في هذه الحالة. طبعا تتعرفوا بأن الدارة القصيرة تحدث يعني أخطار على التراكيب الكهربائية، والخطر الذي يمكن أن تحدثه في هذه الحالة هو إتلاف المولد. إذا شوفوا التصحيح طبعا ديال هذه الأسئلة. سبق لنا شفنا الدارات المكافئة. بالنسبة للسؤال الثالث، الخطر الذي ينتج عن إنجاز تركيب رقم 1 أو عن تقصير تركيب رقم 1 هو إتلاف المولد. بعد التمرين الثاني غادي نمشيو للتمرين الثالث. التمرين الثالث: خلال حصة الأنشطة التجريبية طلب الأستاذ من أحد التلاميذ إنجاز الدارة الكهربائية الممثلة في التبيانة أسفله، ثم بعد ذلك طلب منه تقصير المصباح L1. إذن أن طبعا التركيب الكهربائي لكي تكون من مولد، المصباحين طبعا L1 وL2 وصوف الحديد. السؤال الأول: ضع تبيانة للدارة الكهربائية المقصرة. ضع تبيانة للدارة الكهربائية المقصرة. إذا الأستاذ طلب من التلميذ تقصير المصباح L1، إذا نطلب منه باش نضعوا تبيانة للدارة الكهربائية المقصرة. السؤال الثاني: ما هي الملاحظات حول هذه التجربة؟ شنو هي الملاحظات يمكننا نضعها من خلال هذا النشاط التجريبي؟ السؤال الثالث: علل هذه الملاحظات، يعني تفسير ديال هذه الملاحظات، ثم حدد مسار التيار الكهربائي في الأسلاك بعد التقصير على التبيان. إذا حاولوا طبعا فهموا جيدا هذا التمرين هذا، وبعد نمروا جماعة باش نجاوبوا على الأسئلة. إذا خلال حصة الأنشطة التجريبية طلب الأستاذ من أحد التلاميذ إنجاز الدارة الكهربائية الممثلة في التبيانة أسفله، ثم بعد ذلك طلب منه تقصير المصباح L1. إذا فالتلميذ أنجز هذه الدارة الكهربائية لتتكون من المولد الأسلاك مصباحين L1 وL2 ثم صوب الحديد، ومن بعد طلب منه تقصير ديال الدارة الكهربائية. إذا تبيانة طبعا نمشي ونضعو تبيانة لهذه الدارة الكهربائية. إذا تبيانة الدارة الكهربائية تتلاحظوا نفس العناصر المكونة للدارة، ولكن تم تقصير. نعرفوا بأن المصباحين L1 وL2 مركبين على التوازي كما تلاحظون. إذا فهنا قصرنا، يعني ربطنا المربطين ديال المصباح L1 بسلك موصل. في هذه الحالة عندما يتم تقصير المصباح L1 في نفس الوقت يتم تقصير المصباح L2. لماذا؟ لأن المصباح L1 وL2 طبعا هذه المصابيح تشترك في عقدة كهربائية، هناك عقدة كهربائية لتشترك في هذه المصابيح، وبالتالي تقصير المصباح L1 يعني تقصير كذلك المصباح L2. إذا تبيانة هذه، إذا ضفنا بعد طبعا وضع تبيانة للدارة الكهربائية تم إضافة سلك موصل وتنربط به مربطي المصباح. نمر الآن للسؤال الثاني. السؤال الثاني نرجع طبعا للأسئلة. ما هي الملاحظات حول هذه التجربة؟
شنو هي الملاحظات؟ طبعا بعد التقصير ماذا نلاحظ؟ شفنا من خلال الدرس خطورة ديال الدار القصيرة. إذن أهم الملاحظات اللي يمكننا نوضعها، أولا عدم إضاءة المصباحين L1 وL2. لماذا؟ قلت لأن تقصير ديال المصباح L1 يعني في نفس الوقت تقصير المصباح L2، وعندما يقصر أحد ثنائيات قد خاصة المصباح ففي هذه الحالة فالمصباحين L1 وL2 لا يضيئان. ثم الملاحظة الثانية اللي هي مهمة جدا، أن صوف الحديد سوف يحترق، غادي يحترق يعني صوف الحديد في هذه الحالة، ومن بعد غادي نفسر علاش هذا صوف الحديد يعني تيحترق. إذن نشوفوا الأجوبة. طبعا بعد تقصير المصباح L1 نلاحظ عدم إضاءة المصباحين L1 وL2. تلاحظوا كما قلت أن تقصير المصباح L1 يعني تقصير المصباح L2، وبالتالي فالمصابيح بجوج يعني غير مضيئين في هذه الحالة. ثم احتراق صوف الحديد، لماذا يحترق صوف الحديد؟ علاش؟ شنو هو السبب احتراق صوف الحديد؟ تعرفوا بأنه ملي تنقصروا الدارة الكهربائية تتزاد شدة التيار، وبالتالي تترتفع درجة حرارة الأسلاك، هذا الأسلاك تتسخن كلها، وهذا الارتفاع في درجة الحرارة هو الذي يؤدي إلى احتراق صوف الحديد، يعني أن هذا الصوف غادي يحترق، وبالتالي غادي تقطع الدارة الكهربائية، سوف تقطع الدارة الكهربائية. وطبعا لحماية الدارة القصيرة تنستعمل ما يسمى بالصهيرة، وهي عبارة عن سليك من الرصاص ينصهر عند حدود دار قصيرة، لأن متى تحد دار قصيرة هذاك السلايك تترتفع درجة الحرارة ديالو، وبالتالي تينصهر وتيقطع التيار الكهربائي. إذا نمشيو بعد السؤال الثاني، بعد ما جاوبنا على السؤال الثاني غادي نمشيو للسؤال الثالث. دائما نرجعوا للأسئلة. علل هذه الملاحظات ثم حدد مسار التيار الكهربائي في الأسلاك بعد التقصير على التبيانة. علل هذه الملاحظات. اولا الملاحظه الاولى اللي قلنا بان الملاحظات اللي وضعناها من خلال نشاط تجريبي، عدم اضاءه المصباحين. علاش تلاحظوا عدم اضاءه المصباحين؟ لان التيار الكهربائي كله تيمر في السلك الموصل، السلك الموصل. فإلى رجعنا للتبيانه اللي وضعناها، اذا نرجعوا للتبيانه، إذن هنا تلاحظوا ملي تنقصروا الدارة الكهربائية شنو تيوقع في هذه الحالة؟ فالتيار الكهربائي كله تيمر بالسلك الموصل، وبالتالي لأن السلك الموصل فالمقاومة ديالو فهي تساوي صفر، إذن في هذه الحالة غادي نلاحظوا عدم إضاءة المصباح L1، وفي نفس الوقت عدم إضاءة المصباح L2، لأن تقصير المصباح L1 يعني تقصير المصباح L2 كذلك. ثم احتراق صوف الحديد، علاش هذا الصوف ديال الحديد تيحترق؟ لانه ملي تنقصروا الدارة الكهربائية فطبعا تتزاد شدة التيار الكهربائي في الأسلاك، مما ينتج عنه ارتفاع درجة الحرارة. هذا الارتفاع في درجة الحرارة هو الذي يؤدي إلى احتراق ما يسمى بصوف الحديد. إذا هنا تيحترق صوف الحديد. إذا نشوفوا صحيح، إذن المصابيح لا تضيء لأن التيار الكهربائي يمر كله في السلك المضاف، شيء شفناه. يحترق صوف الحديد لأنه بعد تقصير الدارة الكهربائية تزداد شدة التيار، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك، ارتفاع درجة حرارة الأسلاك. إذن حاولنا نعلو هذا أسئلة أو علل هذه الملاحظات ثم حدد مسار التيار الكهربائي في الأسلاك بعد التقصير على التبيانة. إذن غادي نحاولوا نوضع واحد التبيانة اللي غادي نمثلوا فيها المسار ديال التيار الكهربائي بعد التقصير. إذن نشوفوا السؤال الثالث. إذن التبيانة، لاحظوا معي هذا التبيانة، تمثيل مسار التيار الكهربائي في الدارة المقصرة. إذا عندنا
دار تم تقصيرها، يعني تم ربط مربطي المصباح بسلك موصل. اذا التيار الكهربائي تيخرج من المولد من القطب الموجب، فدائما المنحه نمثلوه بسهم. عند هنا في هذه الحاله بما ان المصباحين L1 وL2 غير مضيئين، اذا التيار الكهربائي غادي يمر كله هو في السلك الموصل هكذا، ثم يعود الى المولد. طبعا تقصير الدارة يؤدي الى زياده شده التيار، وبالتالي تنتج عليه ارتفاع درجه حراره الاسلاك، مما يؤدي الى احتراق صوف الحديد. اذا هنا تلاحظوا تنى المنحه ديال التيار الكهربائي بواسطه سهم في الدارة الكهربائيه كما متنا يعني في الدارات القصيره. اذا شفنا طبعا جاوبنا على الاسئله الثلاث، هكذا غادي نحاولوا طبعا من خلال هذه التمارين تذكروا طبعا الاخطار ديال التيار الكهربائي. فقلنا بان التيار الكهربائي يسبب اخطارا عديده، منها مثلا احتراق او اتلاف الاجهزه الكهربائيه، الصعق الكهربائي، ثم ما يسمى بال اذا الصعق الكهربائي، اتلاف الاجهزه الكهربائيه والحرائق. وباش نتفادوا هذه الاحتياطات الواجب اتخاذها، هناك مجموعه من الاحتياطات، منها اولا عدم لمس مثلا الاسلاك العاريه، عدم مثلا ربط عده اجهزه بمربط واحد، لان هذه فيه خطوره كما شفنا من خلال الصوره، ان ربط الاجهزه يؤدي الى نشوب حريق، ممكن يؤدي الى اتلاف الاجهزه الكهربائيه. ثم شفنا في الحاله الثالثه طبعا ربط الأجهزة ذات هياكل فلزية، خاصة الهياكل المعدنية، بالمربط الأرضي، وتتعرفوا الدور ديال المربط الأرضي، فهو تيقينا من الصعق الكهربائي. يمكن نضيفوا الاحتياطات أخرى، مثلا عدم إحداث ثقب مثلا في الحائط اللي فيه أسلاك ديال التيار الكهربائي. ثم مثلا توفر على مآخي التيار ذات أغطية بالنسبة للأطفال، لأن هذا مهم جدا، إلى غير ذلك من الاحتياطات. طبعا والاحتياطات فهي كثيرة وكثيرة جدا. إذا طبعا بهذا التمرين الثالث إذا تنختموا هذه الحصة. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.